السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم مجددا طلاب التوجيهي. نستكمل مادة علوم الحاسوب. تمام، طيب قبل ما نبدأ بس أنا أذكر في شيء. إحنا في الوحدة الأخيرة، وحدة البوابات المنطقية فيها ثلاث فصول. شو يعني ثلاث فصول؟ يعني ثلاث أجزاء. عندي ثلاث أجزاء وحدة البوابات المنطقية. الجزء الأول أو الفصل الأول من الوحدة الأخيرة اسمها البوابات المنطقية الأساسية، وخلصنا منها، كان عليها كم من جزء وخلصنا منها. الحصة الماضية بلشنا في الفصل الثاني من الوحدة الأخيرة، يعني الجزء الثاني من الوحدة الأخيرة. طيب الجزء الثاني من الوحدة الأخيرة شو اسمه؟ اسمه البوابات المنطقية المشتقة. أخذنا عليها مقدمة وحكينا بتكون من بوابتين، بوابة الناند وبوابة النور. تمام، طيب أخذنا أفكار الناند وأخذنا كيف تتشكل النور وكيف تتشكل الناند وجدول حقيقة لكل منهما. اليوم راح نكمل، راح يكون درسنا عن إيجاد ناتج العبارات المنطقية للبوابات المنطقية المشتقة. يعني إيش الأولويات؟ بتجينا عبارة منطقية، الأولويات تاعت العبارة المنطقية في بوابات منطقية مشتقة، يعني أولويات، يعني لما تكون عندي عبارة منطقية شو الأولويات تاعتها؟ طيب خلينا نبلش أول واحدة، أولويات ناند. لما يكون عندي عبارة منطقية فيها ناند، لمين الأولوية أول شيء؟ أول شيء للأقواس، وبعدين للنط، تحفظهم هذول زي اسمك. سؤال الوزارة دائما بيجي عليهم، لازم يجي أقواس، بعدين نط، وبعدين ناند. سهلات، أول شيء القوس، بعدين بيجي النط، بعدين بيجي الناند، في حالة التكافؤ من اليسار لليمين، يسار لليمين. طيب الآن ممكن تستغرب أنت وطالب يسألني، بحكي لي طب وين أور هون؟ وين أند؟ ما في لا أور ولا أند، ناند ما بيجي معها إلا نط وناند، ولا نور بيجي معها، هيك طالب الكتاب. يعني سهل، ناند بيجي معها يا ناند زيها يا إما بيجي معها نط، بس يا ناند يا نط، غير هيك ما بيجي معها. طيب إذا نذكر فيهم جديد، لما تيجي عندك عبارة منطقية فيها ناند بكون عندي أول شيء الأولوية للقواس، يعني أول شيء بروح أحط القوس بحله، بعدين للنط، بعدين للناند، بعدين التكرر من اليسار إلى اليمين. طيب نشوف الأسئلة بتوضح لنا أكثر. جد ناتج العبارات المنطقية الآتية إذا كانت معطيني A تساوي 0، B تساوي 0، C تساوي 1، D تساوي 0. بدفر ألف، نط A، ناند نط B. لاحظ العبارة، هي عبارة منطقية وبده الناتج تاعها زي ما أخذنا قبل. بس قبل شو كان عندي؟ كان عندي OR، وكان عندي AND، وكان عندي نط مع بعض، بوابات منطقية الأساسية AND OR ونط، هذول الأساسيات انسوهم، خلوهم محلهم. احنا الآن في ناند. طب ناند شو ممكن يجي معها؟ ممكن يجي معها ناند، ممكن يجي معها نط، بس. طيب كيف بحل؟ أول شيء بدي أروح أعوض كل قيمة محلها. نط إيه بعوض محل إيه قيمتها، كم قيمة إيه؟ صفر. كم قيمة بي؟ برضو صفر. بروح أعوض أول خطوة، بروح أعوض هاي نط إيه صفر، ناند كم قيمة بي؟ برضو قيمة بي عندي صفر، هاي نط الصفر. شو عملت أنا هون؟ أنا عوضت محل A صفر ومحل B صفر، هاي محل A صفر ومحل B صفر. من وين جبت هاي القيم؟ من هون من السؤال. طيب الآن ببلش أفكر، بدي أمشي على الأولويات، اطلع على الأولويات، لمين الأولويات؟ أول شيء للأقواس، في أقواس عندي هون؟ ما في أقواس. طيب بعدين للنط، في عندي نط هون؟ نعم، في نط على اليسار وفي نط على اليمين. لمين الأولوية؟ لليسار ولا لليمين؟ تكافأت الأولوية، في نط هون وفي نط هون، تكافأت بروح على اليسار. ما بصير أحل خطوتين مع بعض، لازم أحل خطوة خطوة. حليت خطوتين مع بعض خطأ أحلك. نط الصفر، الصفر حكينا شو بتعمل؟ النط شو بتعمل؟ بتعكس القيمة. نط الصفر شو بتخليها؟ واحد، صار محل كل هاي واحد، وهاي بتنزل زي ما هي، هاي ناند نط الصفر بتنزل زي ما هي، ناند نط الصفر، نط الصفر عكسها لأنه بتعكس، صار محلها واحد وهي نزلت زي ما هي. طيب الآن بطلع على هاي، لمين الأولوية؟
في اقواس لا، في نط نعم، وينها؟ هيها بحل بس هذا كله بنزل زي ما هو. هي 1 ناند ناند نط الصفر شو بتعمل؟ نط تعكس، اعكس الصفر صار محل، كل نط الصفر صار محلها واحد، نط الصفر كلها محلها صار واحد. فضل عندي 1 ناند 1، ضل في عندي اقواس لا، في عندي نط لا، هي حسب ما بدك، في اقواس لا، في نط لا، طيب ناند في عندي ناند، هي شو الناند شو بتعمل؟ اذكرك في الناند، الناند بتضرب وبعدين بتعكس، الناند بتضرب وبعدين بتعكس. يلا اضرب، واحد ضرب واحد، واحد ضرب واحد، واحد اعكس صفر، الجواب النهائي صفر، الجواب النهائي صفر. طبعا الارقام متعودين من اللغة الانجليزية. طيب راعي في لعبة نفس الشيء، جد ناتج العبارات المنطقية، بدعوض محل بي ومحل سي ومحل اي، محل بي وسي واي، كل واحدة بقيمتها. يلا بكتب المسألة، نط بي كم من السؤال؟ صفر، ناند سي كم قيمتها؟ واحد، ناند اي كم قيمتها من السؤال؟ اي كم قيمتها من السؤال؟ اي قيمتها من السؤال؟ صفر، صفر. طلع المسألة، في عندي أقواس؟ لا. أقواس؟ في عندي لا. حسب الأولوية بدك تكون حافظهم، ما بصير تخربطهم على الترتيب، أقواس أول شيء. بعدين بدور على النط. بعدين بدور على الناند، على الترتيب. في أقواس؟ لا. في عندي نط؟ نعم، وينها؟ هيها، في واحد بس. هيها، طيب، حلها. شو نط الصفر؟ اعكسها، واحد، صار محلها هاي كلها واحد. وبنسخ المسألة زي ما هي، ناند 1 ناند صفر، نعم. طيب الآن ايش بدور؟ بطلع المسألة، في عندي أقواس؟ لا. في عندي نط؟ لا. في عندي ناند؟ نعم. في عندي واحدة ناند وواحدة، ثنتين. لمين الأولوية؟ تكافأت الأولويات، باخذ من اليسار اليمين، يعني باخذ هاي 1 ناند 1. طيب شو يعني 1 ناند 1؟ اضرب بعدين اعكس، أعيد، الناند بتضرب بعدين بتعكس، اضرب واحد بواحد، واحد اعكس صفر، صار محل كل هاي صفر، محل كل هاي صار صفر، صفر. وبنزل هاي زي ما هي، هاي ناند الصفر. طيب الآن شو ضل عندي؟ ما ضلش عندي غير هاي، صفر ناند صفر، اضرب بعدين اعكس، صفر بصفر صفر، اعكس صارت واحد. هاي الحل سهل، بس لازم يجيب عليها سؤال مزارة دايما، لازم يجي سؤال مزارة عليها. طيب رافع رجيم نفس الشيء، بعوض A و B و D، بعملش أول شيء ولا إشي، بس بعوض A كم قيمتها من السؤال، مش من راسك تجيبها، صفر، ناند B كم؟ صفر، ناند D كم؟ برضو صفر، الـ A صفر والـ B صفر والـ D صفر. الأولويات، لما بطلع الأولويات، الأولويات لمين؟ بس أشوف ناند بتذكر، أشوف ناند بتذكر، شو أولويات ناند؟ أقواس، بعدين نط، بعدين ناند، بعدين في حالة تكافؤ، حوض انبسط. لمين الأولوية؟ للقوس، بحط خط القوس، شو القوس جوا؟ بس عملية واحدة، صفر بصفر، بكتب المسألة، هي نط، حافظ عليها نط، صفر، ناند بتعمل بتضرب بعدين بتعكس، صفر بصفر، صفر، اعكس واحد، صار محل كل هاي، كل هاي صار محلها واحد، هي. واحد راح القوس لأنه خلص طلع عندي رقم واحد، وهي بنسخها نسخ، ناند 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 ناند، هيا الصفر. طيب الآن لمين الأولوية؟ لمين الأولوية الآن؟ في عندي أقواس؟ لا. في عندي نط؟ نعم. وين النط؟ هي هي، شو بعمل فيها؟ بعكسها، نط الواحد صفر، صفر ناند صفر، ناند صفر، عكست صار محلها صفر. طيب صفر ناند صفر، صفر ناند صفر، اضرب واعكس، صفر صفر صفر، عكسها صار محلها واحد، صار محلها
هلا واحد بقى واضحة مسألة بقى واضحة مسألة. طيب رو على بلدة نفس الشيء، في عندي A في عندي B في عندي C، بعوض أول خطوة تعويض نط ال A كم من السؤال صفر، ما بعمل شيء أنا بس بعوض أول شيء ناند نط بكتب مسألة بنسخها وبعوض بس بعوض زائد بعوض بس. ب كم قيمتها؟ صفر. ناند سي واحد، وهي قوس وحافظ بسكر. طيب الأولوية لمين؟ بس أشوف ناند بتذكر هذول أول شيء الأقواس، أول شيء الأقواس. طيب يعني لمين؟ يعني لها بنسخ كل هذا نط صفر ناند نط صفر بواحد صفر اعكس صارت واحد، محل كل هاي صار واحد، محل كل هاي صار واحد، انه بضرب بعدين بعكس. طيب بطلع المسألة من جديد، طلع عليها في اقواس؟ لا. في نط؟ نعم. في عندي واحد على اليسار واحد على اليمين، لمين الأولوية؟ اليسار، هاي على اليسار وهي على اليمين، اليسار، إذا محل هاي، كل مرة بحل واحدة بخطوة. نط الصفر اعكس صار محلها 1، وبنسخ المسألة زي ما هي. نان نط الواحد. طيب الآن في عندي ناند وفي عندي نط، لمين الأولوية؟ الأولوية لنط، هاي بنسخ 1 ناند 1 ناند 1 ناند نط الواحد عكسها صارت صفر، شو ضل عندي؟ 1 ناند 0. الناند شو بتعمل؟ بتضرب بعدين تعكس، واحد بصفر صفر اعكس صارت عندي واحد، وهي بتكون انتهت المسألة. إن شاء الله يكون واضح. أنت توقف بيلي شوي تنسخ المطلوب الآن، هون عندك توقف بيلي ثواني تنسخها. سؤال مهم على الأولويات، يجيك لازم يجي ترعى في العين في الوزارة على هيك أسئلة. تمام. قبل ما ننتقل بس على اللي بعده على أولويات نور، بس أرجع أذكر في عندي أولويات لناند وفي عندي أولويات للبوابات المنطقية الأساسية اللي هي أول شيء الأقواس، بعدين نط، بعدين أند، بعدين أور. أنا في حالة كافو من يسار اليمين، أخذناها بالجزء الأول زمان، الجزء الأول. الآن وصلنا عند أولويات ناند، ناند فيها نط وفيها ناند. أول شيء أقواس، بعدين نط، بعدين ناند. أنا في حالة كافو من يسار اليمين. طيب ننتقل الآن لا أولويات نور. لا أولويات نور. نفس الشيء. تمام. أولويات نور لمين الأولوية؟ أشقواس، بعدين نط، بعدين نور. في حال تكافؤ من يسار اليمين، إذا النور طلع ما أجى معها غير نط. نور ما بيجي معها إشي، وناند ما بيجي معها إشي غير النط، وهي ما بيجي معها إشي غير النط. طيب نشوف كيف بيجي السؤال على هذه الأولويات. جد ناتج العبارات المنطقية الآتية إذا كانت إكس واحد، واي صفر، زد صفر، وإم واحد. نبلش أول مسألة، معطيني أول مسألة اللي هي not x nor y not z. نوجد العبارة المنطقية لها، كيف أبلش؟ أول شيء بعوض محل كل x قيمتها، كم قيمة x؟ واحد، وهي نور. كم ال y؟ زيرو. not تمام، هاي عندنا هنا y نط زد. كم قيمة زد؟ قيمة زد صفر، نحط صفر. طيب إذن نط إكس نور نط زد. الآن لمين الأولويات؟ في أقواس؟ لا. في نط؟ نعم. في يسار وفي يمين، لو لمين الأولوية؟ في لمين الأولوية؟ لليسار، هاي اليسار، هاي اليسار، عكسها سير زيرو نور نور، وين مسألة بكملها زي ما هي نور زيرو. طيب الآن لمين الأولوية؟ في عندي نور وفي عندي نط، برضو نط بحل هاي الخطوة، زيرو نور نط زيرو عكسها بس بصير بحلها كلها واحد. طيب ظل عندي زيرو نور وان، أذكر في النور، النور شو بتعمل؟ الحصة الماضية
تجمع بعدين تعكس، تجمع بعدين تعكس. رجاع حار إذا ما كنت مراجع تحس الماضي أقل ما فيها كاملة، تمام، مش هتقدر تكمل معي هون. طيب نور تجمع بعدين تعكس، صفر زائد واحد، واحد عكس صارت صفر، صارت صفر، صارت صفر. طيب هاي فرق ألف، روح فرق باء نفس الإشي، بدي أعوض على إكس واحد نور واي صفر نور نط زد زد صفر صفر. طيب لمين أولوية عندي هو في المسألة؟ في عندي أقواس؟ لا. في عندي نط؟ نعم. وينها؟ هاي هاي الأولوية، لما بحل هاي وهو كلهن لا. 1 نور صفر نور نط الصفر واحد، نط الصفر واحد. عند أقواس وصلت هون، عند أقواس لا، في عندي نط لا، في عندي نور ونور، لمين الأولوية؟ تكافأت الأولويات، باخذ اليسار. واحد نور صفر، اجمع بعدين اعكس، واحد زائد صفر، واحد اعكس صفر. وهي بنسخها زي ما هي، نور الواحد، هي نسختها زي ما هي. طيب، صفر نور 1 اجمع بعدين اعكس، النور تجمع بعدين تعكس، اجمع صفر زائد واحد، واحد اعكس صفر. هاي الجواب طلع عندي صفر. طبقة واضحة سهلة. طب روح فرع جيم نفس الشيء، هاي نط تقوس عوض اكس كم قيمتها؟ واحد واحد نور كم قيمة الزد؟ صفر. سكر قوسي نور الام، الام كم قيمتها؟ واحد. طيب لمين الأولوية الآن؟ حسب الأولوية. طيب طلع الأولوية للأقوس بعدين النط بعدين النور، أقوس هاي الأقوس، إذا هاي راح نلعب ولا شيء. إذا بحط هاي نط، شو حل القوس؟ واحد زائد صفر، واحد اعكس صفر، نور الون. طيب لا في عندي أقواس؟ لا. في عندي نط؟ نعم. هاي شو نط الصفر؟ واحد واحد، وهي بتطلع زي ما هي، نور الواحد. طيب ون نور ون اجمع بعدين اعكس، واحد نور واحد زائد واحد، واحد اعكسها صارت صفر. توقع واضح سهل، تجيب علامات لما علامات تحفظ الأولويات أهم شيء. في العدال نفس الشيء، إكس محلها قيمتها واحد، طلع هون جبت لك مسألة من أخذناها قبل، بوابات منطقية أساسية عشان أربط لك إياها مع بعض. هاي فيها أند وفيها أور، الأساسية أخذناها زمان، تمام. طلع أند وأور، أند وأور ما أجمعها لا أند ولا نور. هاي ون أند عشان نربط، واي صفر اور الان بعوض انا نط الام واحد. اذكرك في اولويات تاعت الاند والاور، اقواس بعدين نط بعدين اند بعدين اور بعدين في حال تكافؤ من اليسار الى اليمين. طيب في عندي اقواس هون؟ لا. في عندي نط؟ نعم. هي بنسخ هاي كلها 1 اند 0 اور اور نط الون، نط الون شو يعني نط الون؟ بعكسها صارت محلها زيرو، كل هاي صار محلها زيرو. طيب وصلت هون، في عندي أقواس؟ لا. في عندي نط؟ لا. في عندي أند؟ نعم. هيا من وين جبتها هاي؟ هاي من الإيش؟ الفصل الأول، الجزء الأول من هاي الوحدة. رجعت بس عشان أعمل لك إيش؟ تركيب مع بعضه، مراجعة مع بعضها. طيب الآن شو تعمل؟ تضرب بس، هيا الآند بس بتضرب. واحد ضرب صفر، كل هاي صار محلها صفر. اور الصفر. طيب الاور شو بتعمل؟ بتجمع بس، اور مش نور، هاي اور، صفر زائد صفر صفر، وهي الاجابه بالصدفه طبعا كله طلع معي صفار، دائما بيطلع صفار. اذا هيك وخلصنا اولويات الناند والنور، سهل تمام. وقف الفيديو شوي تنسخ هاي وخلي امورك وفي دفترك مرتبه تمام، عشان تقدر وش يكون واضح. اليوم راح ننهي الفصل الثاني، يعني الجزء الثاني من هاي الوحدة، اليوم راح ننهيها، ضل عندنا الجزء الثالث والأخير، حصة السنة الجاية. وقف فيديو ثواني، لخص. الآن راح نروح على موضوع فرع جديد،
طبعا جديد قديم، جديد قديم في نفس الوقت. وإيش كتابة عبارات المنطقية التي تمثلها البوابة المنطقية؟ يعني عندي بوابات بدي أكتب عبارة منطقية اللي بتمثلها، عبارة منطقية اللي بتمثلها زي اللي قبل أخذناه، بس راح أخذ إيش هنا على ناند وعلى نور، نفس التفكير. طيب بس جيب لي بوابات زي هيك، إذا كنت أنت متذكر من قبل بدي أكتب عبارة منطقية، شو بعمل؟ بروح على البوابة الموجودة أقصى اليسار. شو أقصى اليسار عندي هون؟ نط. نط إيش هاي؟ هاي شايفينها هاي البوابة، شو اسمها؟ هاي نط. إذن أول خطوة هاي اسمها نط إيه، هاي نط إيه. طيب هاي رقم واحد. طيب رقم اثنين، هاي هاي رقم اثنين، شو اسمها هاي البوابة؟ هاي اسمها ناند، هاي تي وعليها دائرة مغلقة. إذن الخطوة الثانية وهي الأخيرة ناند، بحط ناند في النص، بجهز ناند. هاي ناند جهزتها، إلها مدخل قبلها ولا مدخل بعدها؟ طيب شو اللي قبلها؟ طلع عليها شو اللي قبلها؟ اللي قبلها اللي هي هي، هي قبلها ناند، إلها مدخل أول مدخل ثاني، أول وثاني. الأول شو اسمه؟ نط إيه، هي كتبته هنا أصلا بنسى نط إيه. طيب المدخل الثاني بي، بس بي انتهت. والمخرج بحط زد تساوي، هاي المخرج زد تساوي نط ايه ناند بي زي اخذنا قبل، بس انه على بوابة ناند وعلى بوابة نور نفس التفكير. المفروض انه الموضوع سهل عندك، ما يكون صعب. فنكتب نفس الشيء، العبارة المنطقية تمثل بوابة منطقية الآتية في لعبة، نفس الشيء. بس يجينا سؤال في رسمة بطلب عبارة منطقية، بطلب عبارة منطقية، بروح على أقصى اليسار، على أقصى اليسار. تمام، شو أقصى اليسار من عندي؟ هاي هاي رقم واحد، بعدين رح تجيني هاي اثنين. شو اسمها هاي؟ هاي حل، هاي اسمها نوت اكس، هاي نوت اكس. طيب الخطوة الثانية شو اسمها هاي البوابة؟ هاي تمام، هاي اسمها نور. طيب هاي نور لها مدخلين، مدخل أول مدخل ثاني، مدخل أول مدخل ثاني. طيب شو مدخلها الأول؟ هاي نور، شو مدخلها الأول؟ هاي مدخلها الأول، زي ما أنت شايف مدخل أول نوت اكس، هاي نسخها نوت اكس. شو المدخل الثاني؟ زي ما انت شايف واي، هي واي حطها هون. طب اخر شيء اذا كان في عندي بحط، ما كانش عندي بحطش مخرج ال، ما فيش بحطش، اذا فيه بحط ال تساوي اخر شيء. اذا ال تساوي نوت اكس نور واي. اتوقع الامور سهله وواضحه، اتوقع الامور سهله وواضحه. طيب والله فرع جيم من هالسؤال، خلينا اكثر من فرع عشان ما فهمتش الاول تفهم الثاني، فهمتش الثاني تفهم الثالث. نفس الشيء بده عبارة منطقية تمثل هاي البوابات، بروح أقصى واحد موجود على اليسار. شو أقصى واحد موجود على اليسار؟ هاي لا، هاي هاي أول واحدة، هاي هاي أول واحدة، هاي أول واحدة، بعدين هاي الثانية، بعدين هاي الثالثة. أبدأ. شو اسمها هاي أول واحدة الحالة؟ اسمها هاي أول واحدة اسمها نط إيه، هاي نط إيه. طيب الخطوة الثانية هاي، هاي شو اسمها؟ ناند، ناند هاي عواصفها دائرة مغلقة، هاي ناند، ناند لها مدخلين، مدخل أول مدخل ثاني، طلع عليها ناند هاي. شو مدخلها الأول؟ هاي نط إيه، مدخلها الأول نط إيه، هاي نط وهاي إيه. طيب شو مدخلها الثاني؟ بي، هاي بي، بي، هاي بي. طيب هاي خصت من هاي. طيب شو عندي هاي؟ هاي ثلاث، شو اسمها هاي؟ ناند، هاي ناند حطها، هاي ناند كمان اسمها ناند، هاي مدخل أول، هاي مدخل أول هون ومدخل ثاني. طيب هاي ناند، هاي الثالثة، شو مدخلها الأول؟ كل هاي، هاي كل هاي. طب كل هاي وين موجودة؟ هاي كتبت سخها وحطها هون، كلها سخها حطها، ما سخ نط إيه، نط ايه ناند بي، نط ايه ناند بي، نط ايه ناند بي. طب على الجهة الثانية من ناند هي شوية، هي سي وهي سي، خلاص انتهت. هاي ناند لها مدخلين، مدخل اول مدخل ثاني، مدخل اول كل هاي، هي كل هاي، مدخل ثاني سي، هي سي، مخرج اف، هي اف او اف.
اتوقع واضح سهل. طيب نروح نفس الشيء، اكتب العبارة المنطقية لها. اكتب العبارة المنطقية لها. طيب نبدأ من أول أقصى اليسار، هاي الأولى وهي الثانية. شو اسمها هاي؟ نور. الخطوة الأولى هاي النور، هاي نور. إيش مدخل أول ومدخل ثاني؟ إيش وإيش؟ A نور B، هاي A وهاي نور B، A نور B. طيب الخطوة الثانية شو عندي؟ نور الثانية، هاي نور الثانية، ها هاي نور. مدخل أول هون، مدخل أول مدخل ثاني. هاي نور، شو مدخل أول؟ كل هاي، كل هاي شو اسمها؟ إيه نور بي، هي كتبناها إيه نور بي. إذا بمسخها بمسكها وحطها هون، كلها بمسكها وحطها هون، لأنها مدخل الأول لهاي. إذا إيه نور بي، إيه نور بي، إيه نور بي. طب مدخل الثاني نور، هي شو اسمه؟ سي. وما بنسى أحط أف تساوي منها، اف تساوي منها، اف تساوي اي نور بي نور سي، اي نور بي نور سي. اتوقع واضحة، واضحة. هنروح اخر فرعين الان، نروح على اخر فرعين. اي الان فرعها نفس الشيء، العبارة المنطقية لها. نروح على اقصى اليسار، عندي هاي او هاي بالعادة، هاي او هاي نفس الشيء، بس بالعادة بختار فوق احسن، اللي هي واحد وهي اثنين وهي ثلاثة. لمين اول شيء؟ هاي العبارة المنطقية لهاي اول شيء. شو اسمها هاي الحالة؟ زي ما اخذنا سابقا اسمها الحالة نط ايه. طيب الخطوة الثانية دور هاي، شو اسمها هاي الحالة؟ نط اس. طيب شو عندي؟ ما عندي هاي الخطوة الثالثة، هي اسمها ناند، ناند. أحب أحط ناند، هاي الخطوة الثالثة، أحط ناند، هاي ناند في النص، وعندك هون وهون. طيب شو مدخل أول لها؟ هاي ناند. شو مدخل أول لها؟ نط إيه. شو مدخل الثاني لها؟ نط أس. هاي نط إيه بحطها هون، نط إيه هون، صارت نط إيه هون، هاي نط إيه. والجهة الثانية هيها، المدخل الثاني نط اس، هي نط اس بنسخها نط اس. شو المخرج؟ كي تساوي، يعني شو في مخرج؟ بحط شي هون، كي تساوي نط اي ناند نط اس. طيب السؤال الفرع الاخير من هذا الموضوع، الفرع الاخير نفس التفكير، لما اطلب من عبارة منطقية عبارة حكي يعني عن رسمة، ورا اقصى اليسار، اقصى اليسار شو عندي؟ هاي وهاي، بالعادة بختار الاولى فوق، هي واحد هاي اثنين وهاي ثلاثة. الأولوية ذا هاي البوابة. طب هالبوابة شو اسمها؟ اسمها نور، نور هاي عليها راسة، دائرة مغلقة، دائرة مغلقة، دائرة مغلقة. وارجع أذكر النور ما بيجي معها غير نور ونط، والناند ما بيجي معها إلا ناند ونط، بس ما بيجي نور وناند مع بعض، الناند مع بعض بيجن والنور مع بعض. الناند ممكن يجي معها نط بس أو ناند، والنور ممكن يجي معها نور أو نط. طب هاي نبدأ في هاي، شو اسمها هاي؟ نور، اكس نور واي، هاي اكس نور واي. طب الخطوة الثانية، الخطوة الثانية منها هاي، شو اسمها هاي؟ نط زد، نط زد، نط زد، نط زد. طيب شو عندي؟ آخر واحدة هي نور الأخيرة، هاي نور، مدخل هون مدخل هون. طيب مدخل أول شو اسمه؟ هاي مدخل أول شو اسمه؟ إكس نور واي، إكس نور واي. طيب مدخل الثاني، هاي مدخل الثاني شو اسمه؟ نوت زد، هاي مدخل الثاني كتبته هو نوت زد، نوت زد، نوت زد. تمام. شو آخر شيء؟ مخرجات بي تساوي، أتوقع واضح. يعني هي كأنك مراجعة لشو أخذناه قبل، بس شو تغير عندي؟ صار عندي بدل آند ناند، بدل نور بدل أور نور، نفس التفكير. وقف الفيديو لحظات، تلخص، تلخص الموجود هون عندك عشان كل شيء الأمور عندك مرتبة، ونكمل الجزء الأخير من هذا الفصل، الفصل الثاني.
سلام. ناخذ العكس، العكس تمثيل عبارة منطقية باستخدام بوابات منطقية. أنا عندي عبارة بدي أحولها لبوابات، لرسمي، لرسم. طيب كيف أتعامل مع هاي؟ كيف أتعامل معها؟ أقرأ الصواب شيء مثل عبارة منطقية الآتية باستخدام البوابات المنطقية. إذا نحول هاي العبارة لبوابات منطقية، لبوابات منطقية باستخدام بوابات منطقية. كيف أمشي هيك؟ سؤال بروح على الأولويات، الأولويات لمين؟ أتذكر نأخذ هاي المسألة، نط A، ناند، نط B. لمين الأولوية؟ أقواس، في أقواس، ما في أقواس. للنط، شو عندي نط؟ يسار وهي يمين، لمين الأولوية؟ لليسار، بحط عليها دائرة وبرسمها، هاي أول واحدة. الخطوة الأولى، كيف رسمت نط الـ A؟ هاي، هاي رسمة نط الـ A. هاي نط الـ A. هاي رسمة نط الـ A. طيب، لاندور مين؟ نط الـ B، بحط عليها دائرة وبرسمها. هاي اثنين نط البي طلع دائرة ونرسمها. هاي نط البي ثلاث. شوف كيف المادة متراكمة مع بعضها البعض، يعني إذا ما كنت مراجع أول بأول مش راح تقدر تجي مرة واحدة هيك، مش راح تقدر تفهم إشي، لازم تكون مراجع أول بأول. طيب خلص من هاي ومن هاي، دور مين؟ ناند. خلينا نجهز ناند، كيف رسمتها؟ كيف رسمت ناند؟ إيه تشبه أند بس على رأسها دائرة مغلقة، لها مخرج ولها مدخلين، مدخلين. طيب شو المدخل الأول؟ هاي ناند. شو المدخل الأول؟ نط إيه، وين نط إيه؟ هاي مسكها وحطها هون، مسكها وحطها هون، تمام. طيب شو المدخل الثاني؟ شو المدخل الثاني؟ إيش هو المدخل الثاني؟ هاي المدخل الثاني، نط بي، إيه مسكها وحطها على الجهة الثانية، مساش هون إيه، هون هي بي، في مخرج تساوي خلاص خليها هيك بي دوار. هاي رسمة حولتها من عبارة منطقية لبوابات منطقية. طيب خلينا نروح على فرع ب، أروح على فرع ب، نفس التفكير، نحول عبارة منطقية لبوابات منطقية. لمين الأولوية؟ لأقواس، في أقواس؟ لا. في اللي نط؟ نعم. في اللي نط يسار ويمين؟ لمين الأولوية؟ لليسار، نط إكس. أول شي برسمها، هاي نط إكس، هاي نوت إكس، هاي رسم. طيب لمين الأولوية الآن؟ للنوت إم، هاي نوت إم، أحطها دائرة وبرسمها، هاي اثنين نوت إم، هاي نوت إم، هاي دائرة وصمت، هاي نوت إم. شغل عندي النور، كيف رسمة النور؟ تشبه الأور بس على رأسها دائرة مغلقة، دائرة مغلقة، وهاي مخرجاتها ولها مدخلين. طيب شو المدخل الأول؟ نور، نط إكس، وين نط إكس؟ هي نسخها نسخ، هي نسختها نسخ، هي إكس نسختها نسخ، نسخ هي إكس، هي سكتها حطيت أظن. طب المدخل الثاني نط إم، وين نط إم؟ هي 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 نسخها أظن، هاي سخته، هاي سخته، خلاص انتهت، توقع واضح. طيب فرع جيم، فرع جيم نفس الشيء، تحول من عبارة منطقية لبوابة منطقية، من عبارة لبوابة منطقية، نفس الشيء بنروح على الأولويات، الأولويات لمين؟ فوت على قوس، في عندي قوس؟ نعم، قوس، بعدين نط، بعدين ناند. طيب فوت على قوس، قوس شو جوا؟ في أكثر من شغلة، في عندك أول شيء نط واي، هي هي أول واحدة. برسم النط واي، كيف شكل النط واي؟ هاي النط واي، النط واي. طيب الخطوة الثانية لسه ما انتهيت من القوس، لسه جوا القوس، شو عندي جوا القوس؟ هاي القوس، شو جوا القوس؟ لسه في عندي ناند، كيف رسمة الناند؟ هاي رسمة الناند، شبه الآن بس خلاص هذا مغلقة. طيب شو مداخل الناند؟ طلع لي شو مداخل الناند؟ إكس، مدخل أول إكس، المدخل الثاني نط واي. هاي ناند إكس، مدخل ثاني نط واي، مدخل ثاني هو نط واي، نط واي. طيب وين نط واي؟ هي مسكها وحطها تحت، هاي نط وهاي واي، وبحط عليها دائرة كلها خلص منها، هاي خلص منها. طيب الآن شو عندي؟ في عندي النط وفي عندي الناند، لمين الأولوية؟ للنط. نط إيش؟ نط كل هاي، هاي كلها وينها؟ هيها
إذن صار عندي هاي النقط وهاي كلها تصير هون، هاي النقط كلها هي على دائرة كيس واحد كلها هي، امسكها وحطها هون. نسخها نسخ سخها زي مي زي مي بنسخها هاي مسك هذا سخ زي مي هاي اكس وهاي زي ما هي نسختها وهاي واي. طيب سخصت من كل هاي طلع هذا اربعة نط. شو ظل عندي اخر شيء؟ الناند الاخيرة، الناند الاخيرة هي اربعة الناند الاخيرة. كيف شكل الناند؟ تشبه الناند ولكن عليها دائرة مغلقة. هاي الناند الاخيرة دائرة مغلقة ولها مدخلين. شو المدخل الاول؟ هاي الناند. شو المدخل الاول؟ كل هاي هي مدخل واحد، حطيت عليها دائرة كلها كيس واحد مع بعضها. وين كل هاي؟ هاي 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 كل هاي وين بصير؟ هاي هون كل هاي بنسخها هون. سخته هون سخته هون اكس واي. طيب شو المدخل الثاني؟ دبليو. هاي دبليو بس خلاص انتهت هيك المسألة، انتهت هيك المسألة. طيب رابع فرع الأخير، فرع دال والأخير، فرع دال والفرع الأخير على أولويات. كيف بحول من عبارة لبوابات على أولويات. طيب شو أعمل على الأولويات؟ بروح على قواس. شو عندي قواس؟ عندي قوس هون. هاي أول إشي بحط عليه دائرة A نور B. هاي الخطوة الأولى. كيف A نور B؟ هاي النور دائرة مغلقة وهي A وعلى الجهة الثانية B. هاي A وعلى الجهة الثانية B. هاي A نور B خلصت منها، حطيت عليها دائرة. طيب الآن شو عندي؟ عندي نط هون ونط هون، نط ونط. أولويات لمين؟ لنط هاي. هاي اثنين نط هاي. نط هاي أول شيء تكافأت الأولويات. هاي نط هاي مدخل مخرج. طب نط إيش؟ نط كل هاي. هاي كلها وين؟ هاي هاي دا نقولها هون. هاي كلها بصير هون دائرة مغلقة وهاي A B وهاي A وهي هون B. طيب قسم من هاي كلها حط عليها دائرة. الآن دور مين؟ دور نط هاي أول شي حط عليها دائرة نط سي. هاي ثلاث تجي لحالها نط سي نط سي هاي نط سي هاي نط سي هاي نط سي. طيب آخر شي الرابع شو عندي؟ نور الأخيرة. هاي نور الأخيرة كم أرسمها وجهزها؟ هاي نور آخر واحدة. هاي النور الأخيرة خلاص دائرة مغلقة ولها مدخلين ومخرج واحد. طيب شو مدخل الأول؟ هاي نور. شو مدخل الأول؟ كل هاي كل هاي هاي. طب كل هاي وينها؟ هاي. المدخل الثاني هاي وين؟ هاي هاي. إذا هاي بصير عندي هون والمدخل الثاني نطسي بصير عندي هون. بس برسوم بس ما نقولها نقل كوبي بس هاي كلها نقولها كلها نقل بس كلها نقل. هاي ايه وهي بي هاي نقلتها هون. طب الجزء الثاني هاي نقولها هون. وهيك تكون انتهت المسألة، وهيك تكون انتهت المسألة. هيك تكون يا شباب صغير خلصنا الجزء الثاني يعني الفصل الثاني من هاي الوحدة. اكتب لخص وادرس المادة من جديد، ضل نكمل حد ما توصل هون عشان تبقى أفكارك. هسه الصلاة احنا جاهزين
الحصص الجاي ما ظل لنا كثير، ظلنا الفصل الأخير، الجزء الأخير يعني هاي الوحدة، تمام؟ بتمنى منك إنك تكون فاهم هذا كله، لأنه الفصل الأخير وكأنك إعادة لهذول للفصلين هذول مع بعض، إعادة لهم، بس في إشي بسيط تغير عندك راح تكون أمور عليك سهلة إن شاء الله، ويعطيكم العافية، وتظلوا إن شاء الله بخير، أنتوا كل أحبائكم وأهلكم، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.